المنسيون هو أفضل وصف لأولئك السوريين الذين يقطنون مخيمات يكاد النظر لها يظن لوهلة أن من يسكنها مجرد أموات معاد العالم يكترث بهم وبحالهم. مشهد متكرر يعيشه النازحون في مخيمات الشمال السوري مع تكرار هطول الأمطار والسيول خلال موسم الشتاء الذي بات ضيفاً ثقيلاً يحل على القاطنين هناك، ليفاقم من معاناتهم التي ازدادت شدتها مع قلة وصول المساعدات الإغاثية وافتقارهم لوسائل التدفئة، فضلاً عن انتشار الأوحال التي ستكون بيئة لانتشار الأمراض والأوبئة. النازحون السوريون في مخيمات حرب نوش وتجمع الفردوس والشيخ بحر في ريف إدلب أطلقوا نداءات استغاثة وطالبوا بمساعدتهم بعد أن دمرت الأمطار والسيول الجارفة خيامهم. يا الله ترضى على حالك انت، ايش يصير بيك انت ولا غيرك؟ ترضون على حالكم ايش يصير بيكم؟ ترضون على حالكم ايش يصير بيكم؟ تقعدون تحت المطار والخيام تموتون مي من جوا؟ ترضون تقعدون بالمطار؟ اذا ترضون احنا نرضى، اذا انتم ترضون علينا احنا ارضى، والله انا ارضى اذا انتم ترضون، بس مو هيك الاسلام، مو هيك الاسلام. المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد أن أكثر من 100 مخيم بريفي إدلب وحلب تضرروا خلال 48 ساعة، فيما تشرد قاطنوها بعد أن اقتلعت العواصف الخيم لينزح النازحون مجدداً إلى أماكن قريبة وخيم أخرى لعل هناك من يسعفهم. أما اللجان الإغاثية والخدمية فلا تزال تقف مكتوفة الأيدي حيال ما يجري في تلك المخيمات، حيث تتلخص خدماتها على إصلاح خيام النازحين المتضررة من دون وجود رؤية حقيقية لمساعدة النازحين الذين يعيشون أوضاعاً صعبة بالتزامن مع استمرار هجمات الطيران الروسي وقصف مدافع النظام. ومع غياب الحل وتعنت نظام الأسد المدعوم روسياً وإيرانياً، فإن مشهد تمدد واتساع مخيمات النزوح ما زالت في اتساع وسط صمت عربي خجول وإدانات دولية لا تغني ولا تشبع.